عيالنا عيدكم مبارك وعساكم من عواده وكل عام وانتم بخير واحنا والمسلمين والدنيا كلها بخير ان شاء الله. بهالمناسبة السعيدة نحب نسبكم كلكم عيالي نرفع التهنئة إلى ملكنا الغالي وإلى رئيس وزرائنا وإلى ولي عهدنا وإلى الحكومة الرشيدة إلى شعب البحرين إلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. نقول لكم عيدكم مبارك وعساكم من عوادة وإن شاء الله دايما في خير وفي عز وفي كرامة. قولوا آمين. آمين. قولوا آمين. بارك الله فيكم عيالي. اليوم حلقتنا عن الأعياد. الله سبحانه وتعالى فرض علينا نحن المسلمين أو عطانا عيدين، عيد فطر. عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر متى؟ أو شهر رمضان. حكم صمنا رمضان بنعيد عاد العيد. طبعا لاستعدادات بنصير العشر الأواخر من رمضان. هني الناس يجتهدون في العبادة أكثر، مثل اللي في سباق أول يركضون يجربون عند النهاية يسرعون أكثر يجتهدون أكثر عشان يحصلون الجائزة، والجائزة هي مغفرة من رب العالمين. فالعشر الأيام عشر الليالي من رمضان هذه فرحة وأناس واجتهاد وكلنا يشتغل في العباد ويزيد في العباد أكثر وأكثر. هني نزلت سورة كريمة في القرآن الكريم تذكرنا بهالليالي. سورة سورة القدر حافظينها؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. هذه الليلة خير من ألف شهر. يعني هالليلة هذه أخير من ألف شهر. يعني كم سنة هذه الألف شهر في نظركم؟ أكثر من 80 سنة. لك هي أكثر من 80 سنة. يا سلام. وهذه نفوتها معقولة؟ لأن في هالليالي هذه الله سبحانه وتعالى يعتق عباده من النار ويعطيهم الجواز يعطيهم الجنة. تنزل الملائكة والروح منه الروح؟ لا جبريل عليه السلام. الملائكة ينزلون في هالليلة يشوفون نعطي هذه ونعطي هذه ونعطي هذه ويعتق الله سبحانه وتعالى رقاب كثيرة من النار. كل يا سلام هذه الجائزة. وعقب ما تخلص طبعا يصير العيد. زين انتم ما تلاحظون ان الثلاث الأخيرة من رمضان في الليل وقت السحور في نسمع شيء بعد شيء يحزننا لكن في نفس الوقت فرحنا. شنو؟ ايه المسحر يتكلم. اي المسحر شو يقول؟ يودع. وهو يودع يكسر خاطرنا لان في شهر رمضان اناسه فرحه تغيير في الحياه كلها. ونقول الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعودنا عليه من السالمين. شو يقول المسحر؟ الوداع هو يا الوداع عليك السلام يا شهر رمضان. حافظينها؟ يا الوداع يا الوداع عليك السلام يا شهر رمضان. يلا نشوف المسحر في الوداع. عليك السلام
بعدين عيالي نقوم من الصبح عقب ما أعلنوا رؤية هلال شهر شنو؟ شوال. شوال مش شوال. شهر شوال. هلال شهر شوال والناس تطلع بالليل وتطالع المغرب طبعا ويطالعون على البحر واللي يركب على الجبل يتحرون رؤية الهلال. إذا شافوه يا حق وزارة العدل والأوقاف اللي كانوا ينتظرون القضاء عشان يعلنون حق الناس إنه باكر عيد أو والله ما في عيد. قالوا شافوه باكر عيد. ما شافوه يمكن الدول اليمنى شافوا أحد منهم شافه وبيعين خلاص إحنا وياهم بعد. إذا أعلنوا العيد بدت المدافع والناس تانسة وإنه باكر عيد والناس تستعد وطبعا أنتوا اللي هاي حتى الأولين حنتكلم وللحين قبل يمكن 15 من رمضان وأنتوا اللي يروح عند الخياط الأولاد ما شاء الله يروحون يفصلون لهم الثياب ويلبسون عقلة ويلبسون أشياء حق يجهزون والنعال والكشخة والبنات بعد يلبسون ما شاء الله ثياب النشل ويلبسون المخانق ما شاء الله عليكم وتعدلون وتزينون والنسوة بعد كذلك يفصلون ويجهزون وكل شيء ويعدون البيت ويعدون القدوع حق الصبح صلوا الناس الفجر وياو وتسبحوا واغتسلوا لازم تغتسل تنظيف ها وأناسة فرحة الله كاتبها لنا الأناسة لازم نفرح ونستانس إن شاء الله وإن شاء الله دائما أيامنا كلها سعيدة وعقب يقومون قبل لا يروحون المسجد الريايل شو يسوون ياكلون تمر وتر يا سلام عليك ياكلون تمر وتر يعني وتر كم واحدة يعني ثلاث خمس سبع تسع أربعة واحدة هاي سنة ياكلون التمر لأن كل يوم ما ياكلون شيء راح يتغير ياكلون وعقب وين يروحون إلى المسجد أول ما يروحون سيد المسجد يروحون إلى المصلى وين مصلى ليلى غير المسجد يعني لا في مكان خالي كذي في مكان في الخلاء مكان خالي يشوفون كل شيء يشوفون الصحراء ويشوفون السماء فوق ويفرشون لهم ساعة أول أولي بعد يوم ما يفرشون بس على رمل نظيف هالشكل ويصلون صلاة العيد وصلاة العيد طبعا أول يصير بعد يصلونه في المسجد يصير في مكان يصير نعم بس الأفضل يصلونه في المصلى في أنا أصير قاعد غير لأن كل مرة كل يوم تروح المسجد عدل لكن يوم تروح مكان حلو ما شاء الله واسع الله يشرح النفس وبعدين يقومون يصلون ركعتين ها وبعد ركعتين خطبة مات العيد خطبة العيد وعقب يتعايدون على بعضهم بعض عيدكم مبارك شو يقولون؟ عيدكم مبارك اي عساك من عواده كل سنه طيبين عيدين السعيدين عايدين الفايزين صليم الغنمين تقبل الله طاعتكم ان شاء الله الله يتقبل الطاعه وطبعا يجون يعبوا البيت واللي هالي طلعوا من البيوت عادي الله عيدكم مبارك حصول عيالي ويجون في البيت ولا يشوفوا جدامهم القدوع كل يوم ما يشوفونه قدوع العيد ما الأول ترى يختلف شوي عن قدوع الحين شوفوا جدامكم الحين هذه مثلا عندكم هناك الأناناس سمونه بعد شيء ثاني ما عليكم من الله يرحمه طابوش لا هو أناناس الأناناس وهني اليمة خوخ مثلا كله قواطة يبيعونهم ما عندنا يعني ما عندنا نزرع أناناس نزرع خوخ لا يبونهم لأن كله قواطة هذه خوخ وهذه رهش طبعا عارفين رهش ها لذيذ ها وعقب الله الحلوة والحلوة عاد أنواع أشكال أنواع وعلى المكسر أول مو كثير مكسر أول حطوه فيه فول لوز ما فيه داخل صلم اللي داخل في العقيشة هذا غالي بعد الحين غالي اللي أعتقد كيلو مر بكم يبيعونه المهم وهذا البستوق مال أول شوفوه هاي من أول ويحطوه تعال يحطون عقيلي بعد ما يسوونه في البيت عقيلي عدل ومن هناك عندنا فواكه مشكلة هاي بعد قوطي كلها قواطي
بس حلو زين حلو. وهاي الوسطي ملالي خلط خلطة بلطة بلطة خلبطة خلبطة بلاليط 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 وعلي بيت واللي سلم عيدكم مبارك. قول له اقدع اقدع صبوا له القهوة. صبوا يا نوف القهوة. هنوف صبت القهوة. ايه نعم قصت عليه وشافوا انه ما في شيء. شلون شو دانا كاتا اذا سويت بس بس لان اذا بس ما اديت عاد ليش انا قلت بس وليش ما اكلت وايد مثلا؟ لان انت بتروح كذا بيت عدل كل بيت انت ايش تاكل؟ بعطيك ما يسوى عليك ما قال هذول ما انت هذول كلكم نفس وايد ويشربون قهوه ويشربون قهوه عقب لين الغداء ولا متوتين ممكن بعد ما اروح البيت اقفل على روح الباب واقعد اكل واكل علمت ما حي ما حد يقول لك لا تي. وعقب قبل لا يطلعون يقولون ما عقب العود قعود قبلها ما عقب العود فيجون العود العود ويدخلونهم ورشونهم ايش كذي؟ ماي وار هاي طيبة ويمشون عاد بعد طبعا يجون اللي هاي شو يقول عيدكم مبارك مبارز لهم عاد خارج اللي في يوم برا تكون مع المعطاني عيد انت يلا بس هاي بعد زين هاي اول اعطوهم انا حب اعطيكم انا ربي 100 فلس ها تفضلوا ايوه يا سلام يلا ودي لك واحده يمين هاي صدنا هاي تعال يلا فيعني والقرايب يعني الجيران اعطوهم اكثر واذا من الاهل لا اعطوهم بعد اكثر بس المهم ان 100 احنا اول انا الربيه 16 انا يعني المهم ويستانسون اللي يستانسون فرحانين ويحطونا يا في كيس في مخابيهم مخابيهم احسن والله انت واحد شو تسوي؟ شنطه تعال الحين جزلان شنطه اي كل احد زعل كل احد فوشر نان يعني شنطتي احلى 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 واخر شيء تضيع بعد العيد بعد تضيع؟ لا تقول لك كم حصلتي؟ تقول لك كم حصلت؟ دينار دينار هذا يبا يمود لك تعطيني اياها؟ يمود لك ها؟ وعقب تمرين بعد عشان اللي رحت بيت تقول انت ما اعطوني وايد يعرفوني ازيدون لك المهم احنا قبل لا نشوف بعد الالعاب الثانيه غيرها احنا قلنا عن صلاه العيد في الخلاص هذا الناس ما يعرفون المكان ايش رايكم نشوف صلاه العيد ها برا والناس تصلي والعطورات والاشياء. زين عيالي بننتقل وياكم الحين الى العيد الكبير. هو العيد الكبير؟ لا عيد الاضحى. ليش سموه عيد الاضحى؟ لا
أنا أضحهم بالحيوانات. أضحهم مو أي حيوانات عاد بس حيوانات يا أي 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 بديش أضحي والله لا المهم عيد الأضحى خلنا نعرف ليش طبعا عيد الحج ها وفي أي يوم يصير في أي يوم بالضبط في العاشر من شهر ذو الحجة في العاشر من ذو الحجة والتاسع هو اللي هو يسوون فيه التاسع الوقوف الحجاج الوقوف بعرفة هني مراحل الحج أهم شيء هاي الوقوف بعرفة إني الله يغفر يقول لحق الله يقول اشهدوا يا عبادي بأني قد غفرت لهم غفرت حق كل اللي هو الحج غفر لهم من ذنوبهم ورجعوا كأنهم ما سووا شيء في زين وهم زين في حياتهم كل الأشياء اللي هم زين شالها عنهم الله سبحانه وتعالى وحاط لهم حسنات هذه الحج رحة الحج والحج هل هو فرض ولا فرض؟ فرض بس اللي ما عنده بيزات إيه فرض من استطاع إليه سبيله يعني اللي يقدر وعنده بيزات في صحة يروح اللي ما عنده بعد أحاول ولا أقول لكن الواحد يروح وجسم نشيط صاحي لا والله السنة الجاية لا والله لين كبرت والله لين أتبي لا لا إذا عندك لا تتأخر روح لأنك تحاسب عليه عندك بيزات وصحة موجودة والأمور متيسرة شو اللي يخليك تتأخر بعد المهم قصة الحج قصة الصفا والمروة يطوفون يسعون بين الصفا والمروة ايش قصة هذه هذه الله يسلمكم عيالي سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يمشي في الصحراء مع زوجته هاجر ومن ولده ولده إسماعيل عليه السلام صغير قال طفل رضيع يمشي في الصحراء وبعدين قال لهم أنا بترككم في الصحراء مكة صحراء جبال أرض وعرة شفت اللي راح مكة شاف شلون الحصى أسود جبال سود يعني ما في هناك لا عيون إلا شيء قليل منها خلوهم قال وخليكم قالت له هل هذه أمر من رب العالمين قال إيه نعم أمر من رب العالمين قالت لنا الله يحفظنا إن شاء الله وراح سيدنا إبراهيم تم تهاجم مع ولد إسماعيل تمام عطش سيدنا إسماعيل بس يصيح زاد عليه العطش شافتنا بيموت من العطش قامت راحت تسعي راحت تركض صوب جبل من هناك راحت على جبل يسموه جبل الصفا تشوف سعي كحف تفت تبي ماي تبي ماي ما مش شافت منه وراء جبل اللي هو المروة راحت تركض 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 قامت تلفت تبي ماي ما مش رجعت مرة ثانية ورجعت مرة ثالثة ورا سبع مرات وهي رايحة وجاية تبي ماي وسيدنا إسماعيل عليه السلام يبكي يبكي حكم سمعت شيء كأنه صوت ماي شيء رجعت صوب ولده جبريل عليه السلام طبعا ضرب بجناحه في الأرض ونبع الماي من تحت رجل سيدنا إسماعيل عليه السلام اللي هو ماي زمزم اللي نشرب منه للحين إلى قيام الساعة إن شاء الله وإحنا بنشرب الماي زمزم والعقب اللي بيشربون فرحة وستانس هذه قصة السعي بين الصفا والمروة الزين سمعتوا أن سيدنا إبراهيم يعني آمر شاف في المنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل ورؤيا الأنبياء صحيحة مو مثل اللي احنا نشوف حلم نقول ايش شفنا ينان وهذاك الليل والله شنو واحد ما احنا تصير كذي يعني لكن حلم الأنبياء ما يسمونه حلم يسمونه رؤية الأنبياء حقيقة صح فسيدنا إبراهيم عليه السلام شاف المنام أنه يذبح ابن إسماعيل راح رجال يذبح ولد إسماعيل لكن أمر الله كان أمر سيدنا إسماعيل ذاك الوقت 15 سنة تقريبا ومتربي تربية صحيحة مع سيدنا إبراهيم وعارف كل شيء وخايف ربه ومطيع لوالديه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى شو تقول أنا شفت منام أنه قال له شو قال سيد إسماعيل لا تذبحني لا ما قال كذي قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سوي اللي تبي اللي أمره الله سبحانه شوف طاعة الإبن لوالديه وطاعة العبد لربه شلون فخذه وداه للجبل
وتله للجبين، يعني خلى جبهته على الحصى اللون وبين يقتله، يخاف يخليه على يشوف وجهه وينكسر خاطره وما يبي هو يقضب ربه. وفديناه بذبح عظيم. قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، صدقت الرؤيا يا رب العالمين. وفداه بذبح عظيم بخروف عظيم. ومن ذاك الأوان إلى اليوم وإحنا نذبح الأضحية، نضحي اللي يقدر يضحي، يذبح الخروف في العيد هنا في العيد يذبحها ويأكل الناس وأواكل منها، سواء خروف سواء على بعير سواء عنزة، اللقات منها. فهذه هو من ذاك الوقت وإحنا نسوي الشكل. يوم عيد الأضحى في العيد نفس عيد طبعا الفطر، بس عارفين حجاج وقفوا على عرفات اليوم باشر عيد عيدوا ونفس العيد ويحطون القدوع وغيره في الصبح، لكن عقب يروح حق البيوت في الميالس بالذات، انت الميالس مفتوحه اهل الفريج كلهم يروحون الميالس. الميالس دائما حق الناس الكباريه هذه اللي الله معطهم، يحبون الناس والناس تيهم وياكلون اكل العيد. يا سلام، وعقب ما ياكلون ويستانسون رحمه الله عساكم من عواده عساكم من عواده عساكم من عواده، وتعطروا ورشوا ماي ورد ماي ذاكروا وطلعوا. عقب طلعوا يطلعون العصر عاد هني عاد الله طقطقه والاناس، ويجون مثلا الريال يروح حق العرضه. عارفين العرضه؟ عارفينها؟ خلينا نشوفها. عشيتش وغديتش نهار العيد، لا تدعين علي علي. هذه مغربية ليلة عيد الأضحى. عندنا عادة احنا في البحرين نحن نسوي الحيبية، يزرعون هذه في السلة هلون، يحطون فيه سماد ويحطون فيه ويقطع الزرع هالشكل واو واو أكل الطيور. ها وبعدين أو في قوطي أناناس يقضضونه من تحت يسوون له هلون خيط، وبعدين يروحون على البحر، خاصة البنات بالذات البنات هو أكثر شيء. أنا ما أقول حق البنات يروحون معهم أهالي ويستانسون. أي يقولون عشيتك وقديتك نهار العيد، فيقومون مال العشي همزة عيش ولا شيء يحطون هني نهار عيد الدعين علي يا حيدي. يعني اعتقادات يعني هي ما لها اساس، لكنه يعني زين. عيالي ايش رايكم تشوف الحيدي؟
العصر نروح عقب ما حصلنا العيادة نروح عند الدكاكين نشتري اللي نفسنا فيه كل ما حصل عيادة. عندنا مثلا هذا الشيء اللي كنتم ما شفتوه قبل، هذه هاي يسمونه عيالي نامليت. نامليت شنو هو؟ مثل الشربة لكن في ستيم شوية، يعني شربة يلدع شوية في اللسان. فيلعبون لعبة الطاش مطاش. إيه شلون طاش مطاش؟ يعني أقعد أنا تو كلكم واقفين، أقوم أخذ القرشة خذ 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 وعندي البوش هاي اللي يفتح فتح، أقوله طاش مطاش شو تقول؟ شو تقول؟ شو تقول؟ طاش ولا مطاش؟ قول طاش طاش فك. إذا طاش لك القرش، إذا ما طاش لي القرش. ما طاش ها ها طاش ما طاش طاش شو يقول عبد الله؟ طاش طاش بوش طاش طاش لا لازم يطلع برا طاش. تفضل طاش تفضل هذا لك زين. آخر واحدة ها من يقول ها حنوف طاش ولا ما طاش؟ طاش طاش بوش. إذا طاش طاش إذا أنا جمعت وايد قراش مثلاً أبيعهم، إذا كان القرش بآنتين أبيعهم بآن واحدة يعني عشان أمشي ما حصلت وايد. هاي في لعبة بعد اللاتري يحطون هاللون سحارة ويحطون من قوتي على ناس قوتي خوه قوتي بستومر شنو ويحطون في فرونة فرررر على هذه مثلاً حصلته خذيت. إذا وقف السام عليه قتله، إذا ما وقف السام عليه لا بس خسران. زين بعد إيش عندنا في العيد؟ إيش عندنا في السوان بعد يستانسون؟ نسوان يستانسون عندهم بعد يسمونه المرادة. بس نسوان ما في ريايين يلبسون أحسن شيء ويحطون الحلة وكل شيء ويلبسون أحسن لباس. محمد نبينا والله يا ناصر محمد نبينا. والثانيين اللي منكم جابينهم ويتخلي لسنينا والله يا ناصر ويتخلي لسنينا. خلي نشوف المرادة. محمد نبينا والله يا ناصر محمد نبينا محمد نبينا والله يا ناصر محمد نبينا محمد نبينا والله يا ناصر محمد نبينا محمد نبينا والله يا ناصر محمد نبينا. وتخلي لسنينا سلم لنا حمد وتخلي لسنينا وتخلي لسنينا. عيالي الحين كلنا ننتظر رجوع الحجاج من الحج. عقب ما خلصوا مناسكهم وحجوا، وهذا الاول طبعا لما يروحون الحج اول يروحون اول على ركاب، يعني يروح من البحرين كما في يسر، يروحون من البحرين الى مثلا العزيزيه، ينزلون هناك يركبون على ركاب على الجمال ويمشون والريال يمشي والحرمه يسف اقول هودج لين يوصلون. وعقب صارت في يروحون في الباصات مده طويله، تمون شهر مو اربع خمسه ايام اسبوع ويرجعون، شهر شهر ونص تمون. وعقب ننتظرهم مساكين، ولما ننتظرهم على قدومهم الناس تحط رايات على بيوت، يعني ثوب الحرمه هاي ثوبك مثل هذه الحرمه ثياب يحطونه على البيت. اي لون اخضر حتى الحج احد الحجيات يعني اللي يروحون الحج النسوان كلها يلبسون اخضر كان، وهذا يعني شفتوا في حلم وديه. وعقب طبعا هي حق الحجاج شابون يبون لنا هذه مثلا، هذه طقها شي تك تطلع مكه الكعبه تك تطلع المدينه تطلع الله هذه الجمرات ها تك تك هاي يفتح هاي يفتح مثلا من زمان كرم. نشكر صالح محمد الحسن اللي يبني لها الشغلات هذه. يبون هاي مثلا هاي من زمن الاول ترى هاجوا على يمن وعلى كحاج عليه من الاول هم من الحين كلها اللي يبنى. يوزعون على الريايل هذه المسابيح، هاي المسباح في الليل يولع في فلورسنت يستسهلون فيه في الصور في الليل مو اللي يحطونه ويطلع ريح ذاك يسمونه كرهن كثير، بس هذه يوزعونه على الحجاج هاي المسباح. بعد يقولنا شيء الله هذه الزمزميه ماي زمزم بس هاي حديد شوفوا حديد هذه شوفوا فيها قضيه فيها هاي حديد الحين صار بلاستيك يبون بس مثلهم هاي زمزم. زين بعد شو يبون مثلا مشوط حق النسوان بعد مشوط هاي خشب هذه
مي بعد إيه هاب خالص قديم. وسانسون اللي عليه وبعد عندنا بعد يبين لكم يلا نفخوا نفافيخ نفخين نفافيخ نفخوا نفخوا نفافيخ 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 يا نفافيخ نفافيخ يلا نفخوا إبا بعده اللي سوي أكبر واحدة لا أكبر واحدة النبوة. ها شايفه شيء اكبر بعد بعد اغوص بشر الله تبي تسوي صوت هو اول فعل حفاين اول يقول لهم العاب يقول لهم فرق من برا فرقة مصرية والله في وفسويت في حديقة الأندلس في السلماني مني حتى يسوي أطلع له أطلع له طالع له وسوي مسابقات والناس تستانس وعلى المراجيح رايحين وجايين كل أيام حلوة وجميلة عيالنا في نهاية حلقاتنا من برنامجنا عيالنا أتمنى إن إحنا قدمنا لكم شيء جميل وشيء حلو من أيام الناس الطيبين اللي عاشوا قبل أيام الأجداد نأخذ منهم عبرة ونأخذ منهم فائدة ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر أول شيء لله سبحانه وتعالى اللي وفقنا في إعداد وتقديم هالحلقات هذه ونتوجه بالشكر إلى وزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير شؤون الإعلام اللي يعني قدم الدعم واللي شجعنا أن احنا نعمل هذا البرنامج إلى إدارة التلفزيون إلى أخواننا المصورين والفنيين إلى مخرجنا الكبير وحمد لا الله يعطي العافية إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله الخير والبركة والصحة والعافية لكل من ساهم معانا في هذا البرنامج الحين عيالي أتمنى أني ألتقي معاكم إن شاء الله في برنامج آخر وما أقدر أقول لكم إلا إلى اللقاء ومع السلامة حيو إلى اللقاء مع السلامة 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 Thank you.